طلاب اكمل لكم فك الشفرات بالطريقة الثانية اللي هي الاي سي اللي هي الاندكس. Coincidence. القانون ثابت. شي يقول الاي سي؟ قانون الاي سي هذا حفظ. Summation of F of I اطرحها من F of I minus 1. اضربها العفو في F I minus 1 و N N minus 1. هذا القانون حفظ. شنو معناها F of I؟ معناها تكرار كل حرف في السؤال، وهنا التكرار انقصه من واحد. هنا عدد الحروف الكلية في السؤال، هنا عدد الحروف ماينس 1. اكو قانون كي لينث يطلع طول الكي يساوي بوينت او 265. هذا العدد ثابت. بوينت او 65 ماينس اي سي. الاي سي اللي طلعناه هنا نفسه زين طلاب، زائد ان اي سي ماينس بوينت او 385. شوفوا عدد طويل بالقانون هو ثابت زين، واجي اطرحها من الاي سي وهنا الان. الان هي شنو؟ هي عدد الحروف الكليه في السؤال. طبعا هنا اكو ان، الان هو عدد الحروف الكليه في السؤال، وهنا ايضا عدد الحروف الكلية في السؤال. هذا القانون الكي لينث متى استخدمه؟ متى؟ عندما يعطي سؤال فيه جدول طويل جدا، يعني عندكم جدول طويل به احرف وبه عدد تكرار كل حرف تشتغلون بهذا القانون. يعني اول شيء تطلعون الاي سي، بعدين تشتغلون بالكيلنس. بس اسئلتنا حتكون قصيره، فانتم تلتزمون اذا اكو سؤال قصير انه تطلعوا له جدول للتكرار وتطبقون الاي سي فقط. شلون راح تطبقون الاي سي؟ راح ناخذ امثله ان شاء الله هسه هاي قانونين المفروض عليكم تحفظوها. قلت لكم الاف اوف اي هو تكرار كل حرف في السؤال زين، والان هو عدد الحروف الكليه في السؤال. شكو ان حتى لو ان سمول هو عدد الحروف الكليه بالسؤال، وهذا القانون اعداده ثابته، هاي الاعداد ثابته تحفظوه. ايش وقت تطبقوه؟ بالامثله الطويله مثل ما قلنا، من يجيب لكم جدول جدا طويله حاقول لكم على الهوم وورك، اللي هو الهوم وورك موجود بالمزوى مالتكم، يكون اعداده جدا يعني جدول طويل، فتستخدموا له الكي لينث لانه هذا يطبق على الاسئله اللي تحتوي جدول كبير. زين هسه حجي اطبق مثال. المثال مالتي شي يجيكم بالسؤال، يجيب لكم الاي سي مجهول والمسج مالتنا the index of COI NCI coincidence.
أول خطوة هسه هذا سؤالنا، أول خطوة راح أطلع كل حرف والتكرار مالته، فأجي على جدول أسوي اسمه لتر اللي هو الحرف والأكاونت التكرار، فأجي حرف التي كم مرة مكرر بالسؤال؟ مرة واحدة، وأستمر. حرف الإتش كم مرة؟ مرة واحدة. أكمل على باقي الأحرف. حرف الإي وحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة. حرف الإي أربع مرات مكرر. أرجع أكمل الجدول هنا. لتر الأكاونت يعني تكرار. فأجي أكمل بعد حرف الإي حرف الآي كم مرة مكرر؟ وحدة، اثنين، ثلاثة. في كل السؤال طلاب يطبعون على كل السؤال مكرر، فالآي هسه قلنا ثلاثة. الآن كم مرة؟ وحدة، اثنين، ثلاثة، أيضا ثلاثة. الآن الآن مكرر ثلاثة. بعد الدي كم مرة؟ وحدة، اثنين. الاي اخذنا، الاكس مرة واحدة. حتكملون اللتر الاكس. الاو اخذنا، الاو ما اخذنا. كم مرة مكرر الاو؟ واحدة، اثنين، اثنين مكرر. وصلنا الـ O. الـ F مرة واحدة، الـ C مرتين، ثلاثة، لأن هذا CI. ثلاثة C. الـ O كتبنا، الـ I كاتبي، الـ C مرة ثانية كاتبي، الـ I كاتبي، الـ D كاتبي، الـ E والـ N كاتبيهن، السي والاي. السي ما اعتقد كاتبي، السي كاتبي، الاي هم كاتبي لحد الان. بس خلي اتاكد لكم. 3 ب 1، 2 ب 1، 2 ب 3، اوكي، 3 ب 4، 1 ب 1. طلاب هسه سويت بالجمله مالتي، طلعت كل عدد والتكرار مالته، كل عدد كل حرف العفو والتكرار مالته. زين، كم مره متكرر بالسؤال حسبته، حسبت الاحرف المتكرره. فسويت جدول، راح اجي اطبق قانوني اللي هو الاي سي يساوي summation of i of i minus 1 على n n minus 1. معناها عندي البسط، اولا اطلع البسط. البسط شو يقول؟ العدد المكرر يعني التكرار والتكرار ناقص واحد، فارجع على كل عدد. اول عدد هو t، هذا t، اجي اقول واحد هو التكرار مالته، وواحد ناقص واحد يعني يصير صفر، فيصير واحد في صفر زائد. ليش زائد؟ لان هو summation. شو دي يقول لنا بالبسط؟ دي يقول لنا summation of i of i minus 1. فالاف i هو التكرار، هذا التكرار الواحد اللي هو t مكرر مرة واحدة في صفر. ليه صفر؟ لأن هذا نفس الواحد ناقص واحد اللي يصير صفر، فيصير واحد في صفر بالنسبة لحرف الـ T. بالنسبة لحرف الـ H أيضا يصير واحد في صفر. ليش؟ لأن الـ H مكرر مرة واحدة. أجي على الـ E يصير أربعة في ثلاثة، أربعة في ثلاثة. ليش؟ لأن أربعة هو مكرر، أربعة ناقص واحد يصير ثلاثة حسب القانون. الآي الآي ثلاثة في أربعة زائد، العفو، ثلاثة في اثنين. تطبقون للآن ثلاثة في اثنين أيضا. والدي اثنين في واحد، والاكس هي واحد في صفر،
الاكس واحد في صفر، والاو اثنين في واحد، والاف واحد في صفر، والسي ثلاثة في اثنين. جمع اعتيادي شقد يطلع الناتج بالنهاية؟ هنا الصفارة تروح، شكو شي مضروب بالصفر يروح، شبقى يبقى ثلاثة في أربعة 12، زائد ستة زائد ستة زائد اثنين زائد اثنين زائد ستة. شقد يطلع عندي الجواب الآي سي العفو البسط؟ يطلع عندي 34. اجي امسح هذا الجدول اكمل لكم الحل، اطلع المقام. المقام بالقانون شو يقول؟ المقام بالقانون يقول عدد الحروف اضربها، راح اكتب ثانيا المقام. المقام يقول n n minus 1 معناها عدد الحروف بالسؤال مع التكرار. عدد الحروف بالسؤال مع التكرار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. زين عدد الحروف بالسؤال 21. 21 ناقص 1 هي 20. ف 21 في 20 يطلع 420. راح اجي اطبق القانون، بسط على مقام، البسط طلع عندي 34، فقانون الاي سي 34 تقسيم 420 يطلع ايش قد عندي؟ 0.809. القانون اللي قلت لكم عليه الكيلينث ما يتطبق على هذا السؤال، ليش؟ لان قانون سؤالي بسيط، ويعني الجدول اللي سويته جدا قصير. قلت لكم يتطبق الكيلينث على الاسئله الطويله. نعيد اعاده بسيطه على الاي سي كونسيدنس، شلون دا اطبق هذا القانون؟ يعطيني اي سي مجهول، اطلبه بالسؤال، اقول لكم جد الاي سي. المسج مالتي مسج عادي، هو ذا اندكس اوف كونسيدنس. شو يسوي؟ يطلع البسط بالبدايه. البسط شلون يطلع؟ طبعا قانون الاي سي هو سميشن اف اي، اف اي ماينس 1. الاف اي هو تكرار كل حرف، اف اي ناقص 1 هو التكرار ناقص 1، يعني تكرار الحرف تنقصه من 1. بالمقام ان n minus 1، الn هو عدد الحروف الكلية بالسؤال. ايش اجي اسوي؟ اطبق البسط، بعدين اطبق المقام، بعدين اطبق القانون كله، بسط على مقام. فاجي اطلع البسط، هو البسط summation معناها عندي مجموع. مجموع منه؟ مجموع تكرار كل حرف مضروب بالتكرار ناقص 1. فالتي مكرر عندنا مرة واحدة، مرة واحدة ناقص 1 هي 0، فتصير 1 في 0. الاتش مكرر عندي مرة واحدة، اضربه في حاصل طرح التكرار من 1 يعني 0، 1 في 0. الاي مكرر 4، يصير 4 في 3. ليش؟ 4 التكرار و4 ناقص 1 يصير 3. الاي 3 في 2، يعني هذا العدد اقل من هذا بواحد. العفو، هذا العدد اقل من الاصلي بواحد، فثلاثة صير في اثنين. الان صير ثلاثة في اثنين. الدي مكرر مرتين معناها صير اثنين في واحد. الاكس وهكذا. نجمع جمع اعتيادي يطلع عندي ناتج طبيعي اللي هو 34، او غير ناتج بالامثلة المختلفة. هسه طلع المقام، المقام هو عدد الحروف الكلية، عدد الحروف الكلية بالسؤال مع التكرار.
تكرار يعني الحروف كلها بالمقاطع شقد 21. شو يقول القانون؟ يقول n n minus 1 معناها عدد الحروف انا انقصها من واحد، ف 21 ناقص 1 هي 20. 21 في 20 420. اقسم بسط على مقام يطلع عندي عدد اللي هو الاي سي. يجي طالب يقول لي ست اقدر اطبق الكيلينث؟ اقول له لا ما تقدر تطبق الكيلينث. ليش؟ لان هذا السؤال قصير، فإلا يجيك جدول طويل يلا طبق عليه القانون مال الكيلينث اللي هو علمتكم عليه 0.0628 في ان على 0.065 ماينس اي سي زائد ان اي سي ماينس 0.385. فهذا المثال اطبق عليه فقط قانون الاي سي ما اطبق الكيلينث، خلوها ببالكم. عندي مثال ثاني، عندي مثال ثاني عن الاي سي سامبل. عندي الاي سي مجهول والمسج يساوي بي ام كيو في اس زد اف بي جي تي سي اس اس W G W V J L I. عندي هذا المسج. أجي أشتغل الجدول اللي هو letter والأكاونت. الحرف التكرار. فأجي أول حرف البي، كم مرة متكرر البي؟ مرة واحدة. حرف الأم كم مرة متكرر الآن؟ أيضا مرة. حرف الكيو كم مرة متكرر الكيو؟ أيضا مرة. حرف الفي كم مرة متكرر الفي؟ مرتين. حرف الاس كم مرة متكرر الاس؟ واحدة اثنين ثلاثة ثلاثة الاس. حرف الزد حرف الزد مرة واحدة. حرف الاف مرة. حرف البي ايضا مرة. حرف الجي مرتين اعتقد. حرف الجي مرتين. حرف التي مرة واحدة. حرف السي حرف السي مرة. حرف الاس اخذناه. حرف الدبليو مرتين. حرف الجي جي ما اخذيه مرة واحدة. حرف الدبليو اخذناه. حرف الفي اخذناه. حرف الجي جي اخذناه. حرف الال الال مرة واحدة. حرف الاي الاي ما اخذناه مرة. والاو هم ما اخذناه. الاو هم مرة. طلع الجدول.
راح اجي اطلع كل عدد اللتر والتكرار مالته. راح اجي اطبق قانون الاي سي. شي يقول؟ يقول اف اوف اي في اف اوف اي ماينس 1 اكو سميشن وان ان ماينس 1. راح اجي اطلع كل حرف اللي هو البي، البي 1 في 0 زائد 1، الام 1 في 0 زائد الكيو 1 في 0 زائد الفي 2 في 1. ليش؟ لان 2 و2 ناقص 1 هي 1 زائد الاس هي 3 في 2 زائد الزد هي 1 في 0 زائد الاف هي 1 في 0 البي هي 1 في 0 الجي هي 2 في 1 وين وصلنا؟ تي 1 في 0 السي 1 في 0 الدبليو 2 في 1 الجي 1 في 0 الال 1 في 0 الاي 1 في 0 الاو 1 في 0. فشكو شيء 1 في 0 احذفه باعتبار انه كل عدد بالصفر يروح. مش عندي 1 في 0 احذفه. في 0 1 في 0 1 في 0 1 في 0 زين شو يبقى؟ يبقى 2 في 1 2 3 في 2 6 2 في 1 ايضا 2 و2 في 1 2 زين جيب يطلع الناتج 4 و2 12 العفو 6 6 و4 10 و2 12 يطلع عندي البسط 12. اشتغلت البسط. راح اجي امسح الجدول بعد ما احتاجه اكون المقام. حسوي المقام اللي هو شو يقول المقام؟ يقول عدد الاحرف بالسؤال وعدد الاحرف نفسها ماينس 1. فاجي احرف العدد 1 2 3 4 5 6 7 8 21 عدد الاحرف. 21 ناقص 1 هي 20. اقول 21 في 20 420. الاي سي بسط على مقام، طبعا طلعت المقام طلعت البسط، البسط طلع عندي 12 والمقام طلع عندي 420. اقسم 12 على 420 يطلع 0.028 هذا القانون. ما اطبق القانون مثل ما اتفقنا انه ما اطبق القانون مال الكيلينث. ليش ما اطبقه؟ لانه عندي سؤال قصير. من عندي سؤال قصير ما اطبق القانون اللي هو الكي لينث اللي هو مال 0.068 في ان على 0.06 ناقص اي سي. هذا القانون ما اطبقه على السؤال. ليش؟ لان السؤال عندي قصير، فكل الاسئله القصيره ما اطبق عليها قانون الكي لينث. بالمنزلة نعطيتكم جدول كلش طويل بتكرار بحرف كل حرف بالتكرار مالته. طبقون عليه قانون الاي سي وقانون الكي لينث. ليش؟ لان هذا المثال يكون جدول، جدول طويل، فطبقون عليه قانون الكي لينث. حلوا لي طلاب ونزلوه بالكلاس، اريده بالكلاس عليه درجات. خلصنا فك الشفرات، قلنا فك الشفرات للبلاي الفابتك اللي هو الفيجنير والافاين نوعين الكاساسكاي والايسي، خلصناها اثنيناتهم. هسه نجي على موضوع
التشفير الأخير، يعني آخر نوع بالتشفير. شو أخذنا إحنا؟ أخذنا مجاميع، أول مجموعة سميناها المونو ألفابتك. ألفابتك قلنا بها سيزر وبليشفير، والبلوي، البلوي ألفابتك بها فيجنير، فيجنير وأفان. شرحنا عليهم دولة، شرحنا شلون نفكهم، فك الشفرات مالتهم، فك الشفرات شلون أفكه، هذا كله شرحناه بالمحاضرة السابقة، والمحاضرة مال اليوم كانت هذا الجزء. خلصنا شلون نفك الشفرات مال دولة الأفان والفيجنير. اليوم راح اخذ نوع ثالث من التشفير اسمه الترانسبوزيشن. الترانسبوزيشن يعني شنو معناها؟ معناها القلب، تقليب، يعني شلون اقلب النص. مثل يعني هذا النوع من التشفير اخذناه بدايه السنه، وهذا وراء اخذناه. هسه ناخذ تشفير وليس فك. يعني هنا عندي تشفير، يعني انكريبشن وديكريبشن، يعني ما عندي فك شفرات، لا عندي ترانسبوزيشن، عندي النوع الثالث من التشفير. شنو اسمه؟ الترانسبوزيشن. زين، عندي بي نوعين اللي هو الكيليس اللي هو الريل فانس سايبر. زين، والنوع الثاني اسمه سيمبل كولومنر. سيمبل كولومنر راح اجي اشرح لكم الكيلس والسيمبل كولومنر. هسه احنا هذا الجزء ماخذين اللي هو السيزر والبليفير، اخذنا شلون اكسر شفرتين الطريقتين، قلت لكم اخذنا اليوم الفيجنير والافاين وشلون اكسر طريقتهم، العفو اكسر الشفره شلون اكسرها بالكاساسكاي والاي سي قلت لكم. اليوم راح اخذ هذا الجزء اللي هو الترانسبوزيشن، عندي ثالثا التشفير الثالث اسمه الترانس بوزيشن، تقليب. عندي نوعين بي اللي هو الكيلس إلى اسم ثاني ريل فانس سايبر، النوع الثاني سيمبل كولومنر. وهسه راح اجي اشرح لكم كل واحد شنو معناه. النوع الأول اللي هو الكيلس أو الريل فانس سايبر، شنو معناها ريل فانس سايبر؟ معناها السكة الحديدية. زين، فشون أشتغل سياج السكة الحديدية. زين، راح أجي هذا المثال